نعيش اللايف والمباشر الآن. تسديدة من محمد هاني قوية في المرمى. الله ياسر إبراهيم يتقدم للنادي الأهلي بعد صاروخ محمد هاني. 2022 خلاص النسخة هذه آخر نسخة منها تقريبا. سنعيش على واقع أخطاء دفاعية كارثية. بيرسي طاوي يا ولد 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 يا ولد. بيرسي طاوي وأحلى الهدايا للنادي الأهلي. بيرسي طاوي يجيبها في الشباك. قلت لكم وراريت سينهارت. نعم واحد من عظماء كرة القدم في كل القارات وفي كل العالم. بينما الكرة تعود إلى إمام عاشور. هنا العرضية خطيرة. الراسية لمن؟ كرة علي معلول قوية. الله الثالث للنادي الأهلي. واحد من عظماء كرة القدم في العالم. نعم يا سادة في إذن كرة في مكان قريب جدا. معلول ممكن يشوت. معلول في اتجاه المرمى خطيرة. الله خلص معلول. معلول يا معلول قدمك دائما تأتي بالحلول.